is 150 meter long. يبقى length بتاع الواير equal 1.5 meter. Fixed in a car that moves on a horizontal road at a speed 120 kilometer per hour. يبقى ال V equal 120 kilometer per hour. بنحولها ازاي؟ في two types of pivots. التايب اللي هو بيحفظ التحويلات والتايب اللي زي اللي مش بيحفظ. فانا بحول الكيلومتر لوحدها تايمز 1000 والاور تايمز 60 وتايمز 60. تايمز 60 بقت مينس، تايمز 60 تاني بقت سكند، والتحويله اللي محفوظه على طول اللي هي مين؟ 5 اوفر 18. فديت في الاخر بتطلع 100 اوفر 3 متر بير سكند. The resistance of the wire is 10 ohm. It was connected with a galvanometer of resistance 90 ohm. The reading of the galvanometer while the car was moving is 1.5 times 10 power negative 5 ampere. يبقى ده الكرنت اللي ماشي في السيركت. عايز ال horizontal components of the earth's field. كلمة horizontal component of the earth's field مش فارقة معايا في أي حاجة. هو just إن الفيلد بتاع ال earth كأنه متقسم two components، جزء vertical وجزء horizontal. تمام؟ فأنا ال horizontal component الواير ماشي بيعمل له cutting perpendicularly. فيبقى معنى كده إن أنا الرول هستخدمه بـ ال v. قبل ما استخدم الرول وقبل ما اعمل اي حاجه، عندي الكرنت اللي ماشي وعندي الريزيستنس اللي في السيركت. مش اقدر اقول ان الاي ايكوال في اللي هي الاي ام اف اوفر ار توتال. هي مشكله اومز لو فور كروس سيركت، الشكل بس اختلف ان بدل في بي بقت التوتال اي ام اف. انا ما عنديش اي ام اف غير بتاعه الواير والار توتال اللي هما الاثنين دول. في اي مشكله؟ هنعمل cross multiplication. يبقى ال induced EMF هتبقى equal ال I اللي هي 1.5 times 10 power negative 5 ال R total اللي هي sum بتاع الاثنين دول اللي هم 10 plus 90. فدي هتبقى equal 1.5 times 10 power negative 3 volt. طبعا في ناس كتيرة بتيجي تسألني هو مين اللي قالك يا مستر ان هم سيبس؟ سببين. اول سبب ان ده جالفانوميتر بيريد كارنت، صح؟ فهو زيه زي الاميتر، يبقى بوصله سيريس. فيها مشكله؟ يبقى دلوقتي الجالفانوميتر انا بحطه سيريس في السيركت عشان يعمل ريدنج لكارنت. تاني نقطه او تفسير تاني للموضوع، ان انا عندي الواير هو ده السورس بالنسبه لي اللي هو 10 اوم، وهو يعتبر السورس، يعني كانه باتري وليها انترنال ريزيستنس. وانا لما اوصل معاك الجالفانوميتر مفيش غيرهم في السيركت، يبقى الكرنت اللي بيمشي في ده هو اللي بيمشي في ده، فانا بعتبرهم سيريز. زي بالظبط لو عندي باتري وليها انترنال ريزيستنس ووصلت معاها ريزيستنس، اهو ده كانه الجالفانوميتر وصلته كده. مش ده كده اعتبره سيريز مع الباتري او سيريز مع الار سمول؟ لما بشتغل الرول بشتغل في بي اوفر ار ايكوفالنت بلس ار سمول، صح؟ يبقى كده بعملهم بلس بعض. التفسير الاولاني هو الاسهل بالنسبه لكم في المساله، ان هو عشان جالفانوميتر فيبقى هو محطوط سيريس فبعملهم بلس. تمام؟ نخش على اللي بعدها. انا عندي induced EMF في واير، نستخدم الرول بتاع induced EMF في واير. الـ EMF equal B L V. يبقى الـ B هتبقى equal الـ EMF اللي هي هو 1.5 times 10 power negative 3. هودي ال L وال V بالديفايدد، يبقى 1.5 تحت، ال V احطها زي ما هي اللي هي 100 over 3. ورجاء لما اكون بحسب حاجة وبعد كده عايز استخدمها تاني، فلما احسبها ما اسيبهاش ديسيمال، اسيبها فراكشن زي ما هي. فهي ديت بتطلع بالديسيمال 33.33، فلو استخدمتها ديسيمال زي ما هي الرقم مش هيطلع اكيوريت قوي. بص هنا الانسر بيطلع كالتالي، هيطلع 3 times 10 power negative 5 تسلا. لو عملتها بالديسيمال هيطلع 2.99 حاجه زي كده. فيستحسن عشان الانسر يكون اكيوريت معايا، لو في حاجه جبتها في النص طلع فراكشن اسيبها فراكشن، او لو ديسيمال بس ديسيمال منتهيه يعني مثلا 3.25 وبس يبقى اوكي. انما 3.253 مش عارف ايه وحاجات مكمله يبقى لا، خليها فراكشن عشان استخدمها. الفاينل ريزلت هو اللي حطيه زي ما تحطيه.
يعني الفاينل ريزلت هو اللي ممكن اجيب الديسيجن.